طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا وفقرتنا الاسبوعيه المعتاده مع المستشار احمد فوزي والفقره القانونيه. والنهارده هنتكلم معاه عن عقود البيع باشكالها بقى ايه المختلفه طبعا وكمان انواعها. يا استاذ احمد برحب بك معانا. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. طيب استاذ احمد يعني هنا مين ليه بقى ايه حق التوقيع على عقود البيع سواء كان افراد او شركات او حتى كمان على المال الشائع زي بيقولوا كده؟ تمام. شوف كلمة عقود البيع تشمل أي حاجة. تشمل إن أنا ممكن أبيع لك كوباية، أبيع لك ساعة، أبيع لك عربية، أبيع لك شقة، أبيع لك قطعة أرض. ولكن ممكن ناخدها دايما أو نركز فيها على أكتر الحاجات اللي بتهم الناس، هي عقود عربية، هي عقود بيع شقق أو أراضي. تمام. دي الصورة اللي تهم المجموعة الناس أكتر شيء. تمام. مين ليه حق التوقيع على عقد البيع كبايع؟ احنا هنفرق، ما احنا اللي في اتنين بيوقعوا على عقد البيع. ايوه. بائع ومشتري. اللي يهمني البايع اكتر من المشتري. ليه بقى؟ ليه؟ لان البيع ده عمل من اعمال التصرف، انا بتصرف في شيء مملوك ليه، لازم يبقى لي اصلا اهليه للتصرف، نمره واحد. اتنين، ابقى انا مالك الشيء اللي ببيعه. عظيم. تمام. او اكون مخول ليا قانونا ببيعه. ناخدهم حاجة حاجة. عقد البيع بالنسبة للأفراد، لو أنا عندي شقة لازم أكون أنا مالكها عشان أعرف أبيعها لك. فيبقى تتأكد حضرتك وأنت بتيجي تشتري شقة أو قطعة أرض أو أي شيء زي ما اتفقنا ملكية، إن المالك هو أحمد فوزي اللي جاي قدامك ده وبيبيع لك. طيب في المال الشائع، معلش قبل المال الشائع، حاضر، الملكيه هنا ممكن تكون ايه؟ عقد ابتدائي، توكيل، عقد مسجل، ولا هنا نبعد عن كل حاجه ونخلي بس العقد مسجل؟ حاضر. التسجيل هو اثر من اثار عقد البيع. تمام. الاثر الناقل للملكيه. تمام. فاذا لو هنتكلم قانون صرف، التسجيل. طيب 80% من اللي بيشوفونا معاهم عقود بيضاء. يعني ايه عقود بيضاء؟ عقد زي ما انا وانت كاتبينه دلوقتي وماضيين عليه، ابتدائي، عقد، او اللي الناس بتقول عليه عقد ابتدائي، او عقد ابيض، او عقد عرفي، كل المسميات دي يعني تندرج تحتها. تمام. ده سند ملكيه؟ يعتبر سند ملكيه، ولكن الملكيه امام القانون لمين؟ للي اسمه في الشرع العقاري. انت بسؤالك ده بتاخدنا في حته. احمد فوزي شاري من احمد فاروق شقه، الشقه دي باسمك انت مسجله شهر عقاري، وانا اشتريتها منك وما نقلتش الملكيه. ينفع ابيعها؟ ينفع تبيعها. تمام. طيب هتبيعها بقى وتمضي لي؟ ينفع. بس خلينا نتفق على نقطتين تسهيلا للاجراءات. وانا بشتري هبص اشوف الاستاذ احمد فاروق لما باعها لاحمد فوزي عمل له توكيل ولا لا؟ لو عمل له توكيل يبقى ده اسهل شيء. تمام. استاذ احمد فاروق وكل الاستاذ احمد وكل احمد فوزي في انه يبيع للنفس وللغير، وده الصوره اللي الناس كلها بتعملها. طيب اروح انا ابص فيها الاقي ايه؟ الاستاذ احمد فاروق الشقه دي مش متسجله اصلا باسمه، ده شاري من واحد اسمه حاتم، وحاتم متسجله باسمه. انا بقى البيع ده سليم؟ حاتم بايع الاستاذ احمد فاروق، الاستاذ احمد فاروق بايع لاحمد فوزي. البيع سليم مليون المية. لكن لما تيجي تروح تسجل في الشهر العقاري هيقول لك انا عايز حاتم او عايز تسلسل. يعني ايه تسلسل؟ يعني انا عايز، هتقول لي ايه؟ ما الاستاذ احمد فاروق عامل لي توكيل. لما الاستاذ احمد فاروق يعمل لي توكيل لازم يعمل له لي بصفته وكيل عن حاتم، لان الشهر العقاري مش شايف غير حاتم، قدامه المالك حاتم. طب يبقى استاذ احمد فاروق وهو بيشتري يبص حاتم يعمل له يعني احمد فوزي وهو بيشتري يشتري من الاستاذ احمد فاروق، مش بشخصه بقى، بصفته وكيل عن حاتم. تمام. طيب ممكن برضو ايه نبسطها اكتر كمان. حاضر. ونوضحها للناس بشكل تاني. انا رحت اشتريت شقه بعقد ابتدائي. تمام. حلو الكلام. وجي حد بعديه لا قدر الله، لا قدر الله لو حاله نصب او حاله فيها مشكله ما، يعني اتفضل، حد جه بعديه اشترى نفس الشقة دي بس هو راح سجلها في الشهر العقاري، بقى هو معاه توكيل، يملك توكيل، ده واحد تاني يملك توكيل،
والاساس اللي هو اللي اشتغل معاه الابتدائي ده اصلا معهوش توكيل، بس معهد ابتدائي والتاريخ قبليه. هنا بقى قدام محكمه مين اللي يكسب؟ بيستند لمين؟ ها شوف، عندنا الفكره ال 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 السؤال او الفرضيه اللي حضرتك فرضتها دي فرضيه لما يبقى في متنازعين اكثر من واحد بيقولوا ان الشقه دي بتاعتي. بالظبط. تمام. القانون قال ايه؟ القانون قال اللي مسجل على دماغي من فوق، اللي معاه عقد مسجل شهر عقاري على دماغي من فوق. تيجي تقول لي ايه ده مسجل، ده شاري قبليه، شاري عقد ابتدائي. لا، اللي مسجل ده من شهر وانا شاري من شهرين او من سنتين، ملهاش علاقه، القانون ملوش دخل. يبقى اللي مسجل، يبقى هنا نقول ان العقد الابتدائي مش بقوه لا التوكيل ولا حتى بقوه العقد المسجل في شهر العقاري اللي هو خالص الملكيه باسمك بكل شيء. بالظبط، صح كده؟ صح. طب تمام. انا بقى ازيد لك من الشعر بيه. تمام. طيب لو الاستاذ احمد فاروق مش مسجل واحمد فوزي مش مسجل والاثنين بيتنازعوا، التاريخ الاقدم مين اللي ياخد؟ اللي هو الاقدم منهم. لا، اللي حايز. الحيازه، اللي قاعد. لان التاريخ ده انا ممكن اكتب العقد بتاريخ امبارح بتاريخ سنه فاتت، اكتبه دلوقتي بتاريخ سنه فاتت. فالقانون ياخد بمين؟ مين الحايز واللي قاعد ومتمكن وقاعد وحاطط ايده. تمام. هل ده ممكن يعني لا قدر الله يحدث مثلا في حاله ان لسه الواحد عليه بعض الدفعات وبعض الاقساط اللي هو بيدفعها لاي مطور عقاري، ان هو بيشتري الشيء ده بعد ابتدائي، هل هنا ممكن المطور العقاري ده يبيع نفس السكنه دي او المكان ده لحد اخر بشكل فيه نوع من انواع ان هو بيكيشها له يعني، والشخص الاخر ده يروح يعملها في التوكيل او يعمل في شهر عقاري توكيل ليها؟ ولا المطور العقاري بقى ليه اطر محدده قانونيه بيمشي بداخلها؟ شوف، لو هو مطور عقاري يعني وحد من الناس الاسماء كويسه مش هيعمل الحركه دي خالص. تمام. لان هو عشان يبيع لواحد وهو بايع لواحد تاني، لا يعني مش هيحصل. هنفترض كل حاجه لا قدر الله، لان احنا بنحاول نوعي نفسنا. تعال نقول من اشكال النصب والاشكال المحترمه اللي احنا برضو لازم نروح لها، انه ده مطور عقاري على قده او مش فاهم او تمام عنده فكره او عنده استعداد للنصب. باع لحضرتك وبعدي والشقه مش معاك ولا معايا. تمام. تمام. هنشوف مين اللي اجراءه واخده ثابته قبل، يعني مين عامل صحه التوقيع. ما دي التكمله الثالثه بقى على العقد الابتدائي. على العقد الابتدائي، مين عامل اي اجراء ثابت تاريخه قبل التاني؟ مش ضروري صحه التوقيع على فكره. امال ايه؟ ممكن اروح عملت بحضر في اسم الشرطه ان في معايا عقد النهارده ومعايا نسختين فقدت نسخه. يعني دايما لما اقول لاصحابي ايه وحبايبي لما يجوا يكتبوا حاجه اقول لهم اعملوا لنفسكم نسختين، عشان لو نسخه ضاعت من العقد معاك الابتدائي وما فيهاش اي حاجه، ولا بتكلف فلوس ولا بتزود. تمام. فممكن اروح جاي اقول ايه، انا عندي نسخه من عاد وفقدت نسخه مني، فاذا انا ثبت اهو بمحضر رسمي ان انا كان معايا العقد ده وصورته اهو وحطيتها في محضر، يبقى ده ثابت يبقى معتد بالتاريخ ده. طب وهنا وصحه التوقيع، هل هنا برضو ليها الاثر طبعا باثبات التاريخ؟ طبعا مش اسناد ملكيه. لا خالص. ايوه، عشان بس نوضح بين صحه ونفاذ وبين صحه التوقيع. صحه التوقيع من الدعاوى اللي احنا متفقين انا ما بحترمهاش قوي. لكن ليها اثر في الحته دي، يعني لو انا وانت حايزين. تمام. ولا وفينا واحد مسجل، لان احنا اتفقنا اللي مسجل يكسب. تمام. طب الاثنين مش مسجلين، الحايز يكسب. طب الاثنين مش حايزين ولا مسجلين، والاثنين معاهم عقود اللي تاريخه ثابت قبل التاني، بأي أثر قانوني بقى؟ بأي شكل؟ صحة التوقيع هي الشكل الدارج اللي أقدر أعتمد عليه، محضر في اسم الشرطة ده مش شكل دارج. هنا بس أنا بقوله عشان أفتح للناس. عظيم جدا. هل هنا صحة التوقيع بتاخد وقت كبير؟ خالص. دي دعوة جلسة والتانية وخلاص. طيب هنا احنا بنتكلم على الأفراد. طيب نتكلم بقى على الجزء الآخر بالشركات. الشركات. والمال الشائع. المال الشائع حاجة والشركات حاجة. تمام. المال الشائع ده اللي هو إيه؟ بتلاقي خمسة ستة إخوات مثلاً. أكتر صورة بارزة في المال الشائع، خمس ست إخوات أبوهم توفى أو والدتهم توفت. عمارة. سابت لهم عمارة. طيب، واحد بيبيع شقة. أيوه. هيفتح لنا في حته بس لا مهم قوي برضو الجزئيه دي، اللي فيها برضو بعض الاشكاليات اللي احنا كلنا يمكن بنتعرض ليها. واحد بيبيع شقه في العماره دي من الخمس اخوات،
تلاقي واحد طلع كده ملوش اي لازمه في الحياه يقول له ايه ده، لازم اخواتك كلهم يمضوا معاك على العقد ده بدون اي اجراء. يعني هو متخيل او هو بيفتي اني لازم الخمسه الورثه يمضوا على بيع الشقه دي، وده مش صحيح. اللي هو ايه بقى الصحيح؟ اللي هيتعدي النصف؟ لا ولا خالص. انا واحد من خمسه املك العماره دي، العماره دي فيها 10 شقق، يعني كل واحد من الخمسه دي شقتين لو احنا كلنا متساويين. تمام. اقدر ابيع شقه واتنين بدون راي الاربعه التانيين، بدون موافقه الاربعه التانيين، بدون توقيع الاربعه التانيين. ازاي؟ هو القانون كده. من يملك جزء في المال الشائع يستطيع ان يتصرف فيه لوحده. اذا كان المال الشائع اقل من عدد الاخوات ايه اللي هيحصل؟ لا لا، شفت انا الفرض اللي قلته ايه؟ يعني هنا بنتكلم لو كل شخص معاه وزياده او معاه، يعني انا يعني هنا معاه بدل الشقه شقتين، يعني انا يجوز ان ابيع نصيبي كله في المال الشائع سواء نصيبي ده طلع شقه او اتنين. بيطلع ازاي؟ ما هنا بقى ليها بعض الاجراءات اللي بتتم على شخص. بسيطه جدا، نقسمها يعني المال الشائع ده لكام سنه؟ البيت 10 شقق. تمام. في شقق اصغر وشقق اكبر. طب انا نصيبي شقتين، يوم ما هيحصل هيقل يبقى شقتين الا ربع. مين اللي بيحدد ده؟ المحكمه اللي بتحدد ده ولا شرع عقاري؟ الميراث نفسه ولا شرع عقاري. امال ايه؟ النهارده حضرتك ورثت انا بيت من 10 شقق، انا وخمسه اخواتي. تمام. كل واحد فينا ليه شقتين اكيد، لو احنا الخمسه اولاد. طب لو احنا مش ولاد في بنات معانا، يبقى الذكر مثل حظ الانثيين. تمام. فاذا العماره هتتقسم على خمسه، واحد يقول لي في شقق اقل وشقق اكتر، ما احنا ما بنطلعش بالحرف دلوقتي. ممكن حد شقه ونص، حد شقتين وربع. فاجي ابص كده، هو انا ليا يا اما شقتين الا ربع يا شقه ونص. طب انا ببيع ايه؟ ببيع شقه. لسه بدري، لسه ليك شقه نص شقه كمان. فتقدر تبيع؟ اقدر ابيع لوحدي. طب وهنا اللي هو المشتري الجديد ده مفيش عليه اثر سلبي بعد كده في حاله اي مشاكل بين الاخوات وبعض؟ لا، هو عندك المشتري الجديد ده بقى بيدخل. اصل ازاي هينقل الملكيه ازاي؟ هقول لا، ينقل عادي. ما ينقل ده هقول لك حته تاني كمان. ماشي. يعني اقول ان نوضحها اكتر للناس. طيب هو هنا النهارده لما بيشتري شقه ببقى الشقه دي اكيد تحت ايدي، يعني انا تحت ايدي شقه في العماره. تمام. او خرجت مستاجر قديم وجيت بعت له الشقه دي وتحت ايدي، رحت مسلمها لسعادتك. القانون بيقول ايه؟ الشريك في المال الشائع اذا كان تحت يده جزء من المال الشائع بيحوزه على انفراد، يقدر يبيعه مفرز. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ مفرز كمان؟ مفرز، وتسجلها مفرز، ولكن يكتبوا لك كده عليه، يكتبوا لك كده في الشرع العقاري ايه؟ على انه في حاله القسمه وعمل دعوه فرز وتجنيب تلتزم بالقسمه. وفي اغلب الاحوال القسمه ما بتتمش ولا حاجه، فبيقعد الراجل ده في الشقه بتاعته اللي خدها. بس ساعات بتتم القسم برضه، حتى لو تم بتنزل تعمل مقايسه وتشوف وتبقى. طب معانا مدام ناديه على التليفون، ونكمل الجزئيه دي. يا مدام ناديه. ايوه. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ايوه اتفضلي يا مدام ناديه، معاكي استاذ احمد. مساء الخير. مساء النور. نور يا فندم. لو سمحت، انا كنت اشتريت شقه من 20 سنه وقاعده فيها وكل حاجه وتمام، وجيت ابيعها لقيت العقد ضايع، ضاع مني. طب اعمل ايه؟ هو حضرتك العقد بتاعك ده مسجل ولا مش مسجل؟ لا مش مسجل، بس واخد اثبات تاريخ. لا، ما عمره ما هياخد اثبات تاريخ. قصدك واحد واخد صحه توقيع او صحه صحه توقيع. صحه توقيع. طيب حاضر يا فندم. ماشي يا فندم. هي مش الميكروفيلم موجود في المحاكم المفروض؟ لا، هتلاقيها اتدشتت من 20 سنه. وبعد كده اصل تدرج، يعني المحاكم عدت بموضوع صحه التوقيع دي بمراحل كتير. يعني زمان كان بيطلع العقد اخضر، دلوقتي اتمنع. زمان كان بيبقى مختوم، دلوقتي اتمنع. يعني عدى بمراحل كتير. طب ما هي قاعده بقى لها فتره كبيره في المكان، يبقى ده برضو بالنسبه لها يعني. ما هي 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 هي, هي, هي هنا بقى امر واقع. تمام. وعشان كده شفت اللي انا كنت بقوله في اول حلقه ايه؟ بنصح اصحابنا بايه؟ يعملوا عقدين. عشان لو ضاع منك عقد نلاقي التاني. تمام. هي
طبعا في مأزق ولكن بسيط جدا. يوم الناس دلوقتي بدأت تفكر تتكلم في سند ملكية. زمان على فكرة الناس ما كانتش تعرف يعني ايه تسجيل او ما كانتش مهتمة. هي انت النهاردة من حقك تعملي دعوة اسمها دعوة تثبيت ملكية، تمام، وتاخدي حكم وتسجليها كمان. ايه اجرادها؟ دعوة تثبيت ملكية دعوة بترفع دعوة عادية خالص، تمام، والمحكمة بتبعت خبير ويعين الخبير المكان ويسأل الجيران هذه السيدة بقالها أكثر من 15 سنة قاعدة في العيد. شبيه بوضع اليد يعني. بالظبط. هي قالت أنا بقالي 20 سنة فتقدر تعمل كده عشان المشتري، لكن هي ملكيتها مش مهددة. ما تقلقش يعني، أنا مش قلقان في حاجة، ولكن هي عشان تعرف تتصرف تعمل محضر فقد مثلا، تعمل محضر فقد للعقد وترفع دعوة تثبيت ملكية على طول. بتنزل لجنة أو بينزل حد؟ القاضي دايما بيحولها إلى مكتب الخبراء، فالخبير بينزل يعين عشان يثبت إنها مقيمة ولا مش مقيمة، ويسأل الجيران ويسأل. وبيطلع هنا بقى من محكمة حكم حكم إيه؟ حكم بتثبيت ملكيتها، وهذه زي شهادة مثلا؟ لا ده حكم. والحكم ده بيتسجل كمان في شرع قاري. عظيم جدا. ده بيبقى معاه عقد مسجل كمان. طيب يا أستاذ نادي، يعني الموضوع إن شاء الله بسيط بإذن الله، وعلى ما أعتقد يعني كمان حكم المحكمة أقوى بكتير جدا للناس بقى اللي هي ممكن عايز تعمل صحة ونفاذ وعايز تعمل صحة توقيع. أنا شايف ده أفضل حاجة إن شاء الله يعني لسند الملكية بالنسبة لحضرتك. يعني العقد اللي معها ده أصلا لو طلعته هيبقى عقد أبيض برضو، ولا ليه أي يعني اهتمام في مش بقوة المحكمة اللي هو حكم المحكمة لا طبعا العقد المسجل. طيب نرجع مرة أخرى يا أستاذ أحمد برضو للقصة اللي هي إيه، قلنا إن هو لو حصل هنا فرز وتجنيب. فزي ما اتفقنا اللي الشخص اللي بيشتري من أخوات، لو أنت هتسلمني والأخ ده نصيبه يجيب اشتري منه، مش ضروري بقى الأخوات يمضوا. تمام. وأنا يعني الكلام ده هيفتح لإخوات كتير بتتعنت إنها توقف بيع كتير قوي. ده أكتر من كده، القانون قال لو 75% من الإخوات أو من أصحاب المال الشائع عايزين يبيعوا، وال 25% مش عايزين، أقدر أبيع غصب عنهم، بعد أخد إجراء أبعت لهم إنذار وأبيع بسعر عادل والسعر السوق، لأن هم النسبة الأكبر. لأن هنا القانون كان حريص، قال لك إيه، هل يجوز إن الأقلية تتحكم في الأغلبية مع قانون محتفظ بحقوق الأقلية الملكية؟ طبعا. لا بحقوقه، ما هو ممكن يحصل العكس. بمعنى إيه أحمد بيه؟ 75% اللي يملكوا 75% دول ممكن يبقى واحد مثلا، تمام، وعايز يتحكم في 3-4 يملك 25%. فالقانون قال لك ايه، احنا برضو مش هنأذي ده، بس بشرط انه ده يبيع صح وعادل. يعني ال 25% لو جم قالوا ايه، ده هو باع الشقة دي بمليون جنيه وهي ثمنها 3-4 مليون جنيه، انا من حقي صاحب ال 25% اعترض او اخدها بالشفعة اذا كانت هي مسجلة، او اعترض على المبلغ. ولو المحكمة وجدت ان المليون ده سعر بخس، ما انت ممكن تكون بتبخس حق ال 25 بالظبط، لكن يستطيع اللي يملك 75% يبيع لوحده المال الشائع كله مش نصيبه، واللي يملك جزء من المال الشائع يستطيع انه يبيع كله، تمام. لكن انت اللطيف انك تعمل ايه، ان لما حد يجي يشتري في مال الشائع انه يمض، لو مض كل المال الشائع هيبقى ايه، اشترى مفرز وما يدخلش بقى لو يحصل فرز وتجنيب في حته الفرز والتجنيب، ولو دخل انا ما اتخضش منه. طيب معانا تليفون، معانا مين يا احمد؟ معانا حسين. يا استاذ حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بشكرك، اهلا وسهلا معاك. الله يخليك، معاك استاذ احمد. تفضلوا معانا يا فندم، ليا رجاء عندكم لو سمحت. انا الصوت بس واطي قوي يا استاذ، معلش بكلمك من محافظه المنيا. معاك، اهلا وسهلا، نورتنا جدا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك وبالاستاذ اللي معاك. اهلا وسهلا استاذ احمد، اتفضل. احمد بيه، في حضرتك حصلت عندي حاجه، انا عندي ايجارات ارض، تمام حضرتك، زراعي، تمام حضرتك، فجاء واحد استغل المدامه بتاعتي. ايجار ارض، ها، ايجار ارض زراعي، ايجار ارض زراعي، لا مش ايجار، ده ايراد، 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 تمام، ايراد. خدوا مني بطريق النصب، تمام حضرتك، خدوا مني بطريق النصب ومد المدام على بيع وشراء. هي المدام تملكه ولا حضرتك يا فندم؟ لا، ما انا كاتبه باسم المدام. يعني انت كاتبه باسم المدام وهو مضى المدام. مضى المدام، مضاها بالعقد 10,000 جنيه وهو قيمه الارض 175,000 جنيه. طيب ما ده سعر بخس حضرتك، ممكن
ممكن حضرتك اوضح لك الصوره اكتر يعني. اتفضل يا فندم. فحضرتك يا حضرتك رحنا راح عمل خد العقد وراح بالمحكمه عمل صحه توقيع ونفاذ. صحه ونفاذ كسبنا اول درجه احنا. كسبتوا ايه فيها يعني دي صحه توقيع ولا صحه ونفاذ الاول؟ لا صحه التوقيع معليك. صحه وتوقيع تكسب ايه فيها يعني؟ قلت ان التوقيع مش توقيعك؟ ان التوقيع ده مش توقيعاتنا والجزء الجزئي. ازاي هي مش حرم سعادتك ماضيه يا فندم؟ ما ماضيه بس لما مؤاخذه حضرتك الصيغه اللي هو كان كاتبها في العقد حضرتك ما لا اصل دعوه صحه توقيع ملهاش علاقه بالصيغه. ما انا جاي لك انا معلش يعني اسمع للاخر بس اذن معلي. فجاء حضرتك استمعني جاء حضرتك المحامي الجزئي ما اعترفش بالعقد لغيه. جه هو استأنف على العقد كسب العقد كسب في الاستئناف. تمام. اسمه بيسموه حضرتك الاستئناف. بس ده اللي حصل وده اللي جرى فاحنا مش عارفين نعملها معاك. دي دعوه اصل دي صحه توقيع يا فندم يعني حتى انا مستغرب لما قلت لك كسبتها اول درجه لان هو ده توقيع حضرتك الزوجه. توقيع بالتحايل معليك لان بغض النظر اصله التوقيع ما فيهوش تحايل يعني يعني هل في اكراه؟ لكن ما فيش تحايل. هل التحايل بقى نرجع على السعر حضرتك ممكن ترجع بالثمن البخس في الموضوع ده لان حضرتك بتقول الارض تساوي 150 مثلا باعها ب 10,000 الثمن البخس هنا متوافق فترجع بفسخ العقد لكن طالما حرر العقد واتمضى عليه حتى لو الامضه دي على عقد ابيض عرف لما مؤاخذه معليك حتى لما جاب شهود معليك شهوده تضاربه في كلامه اصل احنا مش بصدد دعوه شهود دي صحه وتوقيع هو القاضي سمع شهود في صحه وتوقيع ايوه سمع معليك وكان ليها جلسه خاصه كمان في الجزئي هو اصل سؤال اصل انا لو جيت قلت ده مش توقيعي هروح الطب الشرعي ما احنا رحنا الطب الشرعي حضر واكيد جه توقيعك توقيع تحت الاقرار ازاي يعني الطب الشرعي قال ايه معلش قال حضرتك التوقيع بتاع الست اللي وقعت على العقد ده محايل ماله محير محير؟ يعني ايه محير؟ ما خدش بيه حضرتك جد الجزئي يعني يعني خلينا طبعا نحترم حجية الأحكام القضائية وعلى دماغي من فوق ولكن أنت النهارده لما رحت الاستئناف المستئناف أخد بيه صح؟ يا أستاذ حسين طيب التليفون طبعا هو على المهم يعني على ما اعتقد يعني هي صحة التوقيع على ما اعتقد هي مش سند ملكيه اصلا هو 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 عارف بالظبط زي ما بنوضح هي صحه ونفاذ زي اللي ممكن تكون سند الملكيه لحد ما شويه هو مش اثر نقل للملكيه هو خلينا بس زي اي لما بتروح لدكتور ويشخصك غلط فانت بتاخد علاج غلط وانت بتروح غلط هم اصلا انهم يرجعوا بدعوه صحه توقيع ويقولوا ده مش توقيعنا ده مش غلط ده مش صح اصلا لان هي مضت احنا مش مختلفين ان السيده مضت تمام ولكن احنا بنقول انه ايه تم التحايل والتدليس وتمام بخس يبقى نروح بقى في الدعوه يطلع دي يطلع ايه بفرع بقى يعني يطلع من نروح الدعوه في دي دعوه في دعوه اسمها دعوه الغبن في التمن في تمن بخس هنا تمام تمن 10,000 والوحده بيقول لك او الايراد ب 150,000 طب ما هو تم برضاك لا لا لو الثمن بخس دي فيها دي يعني هنا ممكن يطلع بدعوه فرعيه منها مش دعوه فرعيه خالص ما كانش يروح صحه التوقيع اصلا ماشي يعني يرفع دعوه دلوقتي بس هو اللي رفع دعوه صحه التوقيع الطرف الثاني طب هو دلوقتي مطلوب منه يعمل ايه؟ هو كان المفروض دلوقتي ولا يحضر الجلسه بتاعت صحه التوقيع ويسيبها تاخد حكم غيابي تمام ويرفع دعوه بالنسبه لها دي انه الثمن هنا ثمن بخس والمحكمة هتبحث الموضوع بقى ده وتجيب الشهود وتسمع وتشوف وتنزل خبير وتبحث ولو طلع الثمن بخس فعلا تمام القضية ممكن المحكمة ترده أو تفسخ يعني في 100,000 حال أستاذ أحمد يعني نورتنا جدا كالعادة والوقت بيجري معاك بسرعة جدا بس لسه طبعا هنكمل بقية كلامنا عن عقود البيع لأن مهم جدا لسه ما بدأناش لسه ما قلناش حاجة عقود البيع دلوقتي بقت ليها أكتر من شكل وأكتر من نمط وعايزين نحدد الإطار القانوني بتاعنا اللي نمشي عليه إيه وهل عقود البيع برضو من حقنا نغيرها ولا ما ينفعش نغيرها والكلام ده كله مهم جدا من خلال إن شاء الله الحلقات المقبلة والأسبوع اللي جاي على خير المستشار احمد فوزي شكرا جدا لوجودك معانا النهارده ميرسي يا فندم كتر خير وبكده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم من انبوكس وبكره ان شاء الله حلقه جديده الساعه 6:30 استنونا على خير ان شاء الله يلا سلام